حبايب قلبي، الأخبار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وفرحة وعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. صباحكم فل، صباح الورد والياسمين. هنا بقى يا بنوتات، دخلت اوضتي زي ما انتوا شايفين كده، روتين كده في فصل التكتكة وفي فصل الشتاء. قلت بقى ايه، نفضها واظبطها واغير الملاية واشوف ورايا ايه بقى في يومي. فقلت اخدكم معايا كده يا بنات في يومي هعمل ايه. هنا بقى يا بنوتات كنت ايه، بنفض الايه المرتبة وبعد لها على الناحية التانية كل كده يعني اسبوع او 10 ايام تقلبي المرتبة بتاعتك وتنفضيها وتشوفي وترتبي طبعا الايه الملل وكده، تظبطي الدنيا. هنا بقى يا بنوتات قلبتها الناحية التانية ونفضتها برضو، فقلت ايه اظبط الدنيا والكلام ده كله بقى، من ترويق لكنيس. يلا الحمد لله، يعني كان يوم لذيذ. يعني بدأت كده يا بنوتات 9:30، خلصت 12:30 واحدة. كان يوم عالمي يعني. يلا الحمد لله يا بنات. هنا بقى كنت ايه قلبت المرتبة على الناحية التانية بعد ما نفضتها وعدلت الملل وكده زي ما انتوا شايفين كده، فقلت افرش بقى الملاية. ايه رأيكم يا بنوتات في لون الملاية؟ حلو صح؟ مين هنا بقى بيحب لون الروز؟ انا بصراحه بعشقه، بس بحب اللون الروز الهادي كده، مش اللي هو الفاقع، لا انا بحبه الهادي. فهنا كنت بعدل السرير وبعدل الملاية يا بنوتات، اهو زي ما انتم شايفين كده. فكنت بظبط بقى ايه السرير وبرتبه وكده يعني يا بنات، اهو زي ما انتم شايفين. انتوا بقى يا بنات بتعملوا ايه في يومكم؟ بتظبطوا اوضتكم؟ بتنفضوها؟ بتكنسوها؟ بتعملوا ايه في يومكم؟ على كده هنا الحمد لله كنت انجزت السرير، اهو زي ما انتوا شايفين كده. كان ورايا حبه حاجات برضك في الاوضه قلت اعملها معاكم. هنا كنت ايه ظبطت السرير، وكنت عايزه بقى ايه اظبط المخده والكلام ده كله واظبط الايه اللحاف وكده. فقلت ايه بقى اخدكم معايا اللي انا بنفض الشباك وكده، فقلت امسحه ولمعه كده يا بنات. فلو عايزه تلمعي الشباك بتاعك او تلمعي اي حاجه، جيبي حته خشنه كده وفيها ميه دافيه او ميه سخنه وحطي خل، هيلمعلك الدنيا يعني مش قادره اقول لك يا بنات، هيلمع لكم الدنيا حرفيا. فهنا برضو كنت ايه ماسكه حته كده، حته خشنه وحاطه فيها ميه سخنه وشوية خل، بيلمع الدنيا حرفيا. هنا بقى قلت ايه اخدكم معايا، فكنت بعمل اللحاف والملاية، وقلت ايه زي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت الحمد لله السرير. اهو يا بنوتات هنا برضو روحت على المكتبة اللي فيها الكتب بتاعتي، فقلت ايه امسحها ولمحها وكده معاكم يعني. فدخلت على المكتبة، اهو يا بنوتات، فقلت المحها بقى وامسحها واخليها ايه فل الفله، اهو يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين. فكنت ايه بقى فتحت الشباك كده مع انه كان مدخل ساقعه، بس قلت مش مهم يهوي الاوضه كده ويدي نفس للاوضه. اهو يا بنوتات كنت انجزت بقى شويه الى حد ما، كان ناقص لي بقى في الاوضه الكنيس والمسيح وخلاص بقى، وامسح المراية وكده ولمعها، ويعني الى حد ما انجزت الاوضة كده يعني. اهو يا بنات هنا بقى دخلت على الايه الترابيزة بتاعتي، فقلت المحها بالمرة، هي كانت محتاجة بس حبة تلميعة كده. فجبت شوية صابون مواعين مع ندى ترابسو وسلك بقى، ودعك ودعك وايه زي ما انتوا شايفين كده بس يا بنوتات. فقلت المحها يعني وكده وامسحها، اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين بقى كده، روتين الدلع، روتين النشاط، روتين الطاقة الإيجابية.
تخليكي نظيفه كده، وعلى طول بقى ايديكي في الايه، في اوضتك، في شقتك، من تلميع بقى الكنيس لنظيف لترويق. اهو يا بنات، هنا بقى كنت قربت الى حد ما انجز، بس كان ناقص لي اللي انا لمع المرايه، ولازم لازم يا بنات عندي كده هس اللي انا لمع المرايه، ما بحبش فيها حتى لمع التراب. يعني بكون ايه زي ما تقولوا كده اللي هو ايه، مش عارفه اجيبها لكم ازاي. يعني مش بحب المرايه عندي ملبخه، بحبها يعني ممسوحه ومتلمعه وقشطه. اهو زي ما انتم شايفين كده يا بنوتات، فكنت لمعتها الحمد لله. فهنا بقى كان ايه ناقص لي الكنيس والمسيح. اوعي تكنسي من غير ما تمسحي، بالمره بالمره امسحي، يعني مش هتكنسي وتقولي لا خلاص بقى انا كنست ومش عارفه ايه، امسحي بالمره كده كده يعني. بدل كنستي وشلتي السجاجيد وشلتي الدنيا، امسحي بالمره على الاقل ريحتي، يعني ريحه الشقه تبقى حلوه وكده. فهنا كنست بقى الحمد لله، انجزت زي ما انتم شايفين كده، وقلت اكنس الصاله بالمره واخد الصاله معايا. اهو يا بنات، وهنا بقى قلت امسح الايه الترابيزه اللي كان عليها الكولمان وعليها المروحه، فقلت اظبطها يعني وكده. هنا بقى والدتي كانت تحت نشره غسيل. زي ما انتم شايفين كده بقى الجو كان تلج، فبتنشر ايه في عند الترابيزه وكده. هنا بقى يا بنات كنت حاطه في الميه بتاعه المسيح عشان تخلي شقتك فل فله وريحتها حلوه. حطي في الميه يا بنات خل وكلور وشويه شويه رابسو او صابون مواعين، تمام، بيخلي فعلا الارض يا بنات تبرق وتلمع. زي ما انتم شايفين كده الحمد لله كنت انجزت في اوضتي، وخرجت على الصاله برضو قلت امسحها والمعها بالمره. اهو زي ما انتم شايفين يا بنوتات، بعد ما كنستها طبعا الحمد لله لمعتها. انتوا ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ ما تنسيش بقى يا بنوته اللايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو. اهو هنا يا بنوتات وقت الايه الفرش، كنت هفرش بقى الحمد لله كده، فخلصت فانجزت يومي. اهو يا بنوته، فهنا بقى فرشت الايه السجاده وقلت ايه اولع بخور. هنا يا بنات البخور ده بريحه العود الخليجي، حلو قوي يا بنات بجد، جميل عجبني جدا. فقلت بقى ايه ابخر الاوضه وبخر الشقه كده بحيث الشقه تبقى ريحتها حلوه. اهو يا بنات، مين بقى بيحب البخور؟ اللي بيحب البخور بقى يعمل لي لايك يا بنوتات، اللي بيحب البخور بس هو اللي يعمل لي لايك. اهو يا بنوته، انا بصراحة بقيت احبه جدا، فبخرت بقى الاوضة وخليتها ريحتها جميلة. اهو زي ما انتوا شايفين، وخرجت على الصالة بقى قلت ايه ابخر الدنيا كده عشان تبقى ريحتها فل الفلة، بعد طبعا الكنيس والمسيح والتنظيف، بخري كده شقتك وخليها ريحتها فل الفلة يا بنوتة. فهنا الحمد لله كنت يعني انجزت، فقلت ابخر بالمرة اوضة والدتي. اهو زي ما انتوا شايفين والدتي كده كده كانت منظفه الاوضه، يعني مكنساها ومسحاها وكده، فقلت ايه ابخر بقى الشقه كلها. اهو يا بنوته، فهنا بقى بحب البخور يا بنات، بيديكي كده طاقه ايجابيه وبيديكي كده حياه. بيخلي يعني يخلي ريحه الشقه ريحتها جميله. فهنا بقى دخلت على المطبخ قلت اشوف المطبخ في ايه، هو يعني كان مفهوش حاجات كتيرة قوي، فقلت لمع بقى المطبخ ولمع الدنيا. هنا بردك يا بنوتة بخل ابيض او خل من عند اي سرجة ممكن تجيبي تقولي له ملالي الازازة دي. يلا يا بنوتة اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.